دكتور كان وشاف شربل. ايش رايك في طبق شيف شربل؟ طبق شيف شربل كان عنده بس تفصيل صغير، هو المانجا كان لازم بس صفيها، وبقيت ما توقع كان متجانس وطعمت طيبه. وطبق شيف تركان تجانس القصص اللي جمعتهم بقلب الصحن، الطعمات الموجوده، ملامس الموجوده كانوا ممتازين. مين برايك الفايز في اختبار اليوم؟ الفايز باختبار اليوم هو شيف تركان. أخيراً ما كسبت ولا اختبار قبل كده، ما أخذت حصانة قبل كده، فكنت أحتاج البجدة عشان أقدر أعطيه بعدين. كثير مبسط لشيف تركان بس ربحت، لأنه ما استسلمت وقد ما فيها عم تجرب. إذا بدك أختصر لك إياه، طبق كان أطيب من الطبق اللي أنا قدمته. صح، هم كلهم ربحوا اختبارات، بس ما في كلمة قالت لهم زي الكلمة اللي قالت لي اليوم. خلاص تركان موجودة لسه. ألف مبروك شيف تركان، فوزك باختبار حلا من غير سكر. شكرا شيف. بس نحن اليوم في أسبوع ربع النهائيات، وده الأسبوع كل قواعد الاختبار تغيرت. الله يستر. يعني في ده الأسبوع ما في حصانة وما في جلوس على طاولة الحكام في مرحلة التحدي. Oh my god. سوري تركان. يا فرحة ما تنفذ. انبسطت اني فزت، بس انا زعلانة بيني وبين نفسي.